تسجيلات حرز الله هي الأفضل. كم نزار نقعد وقف للغروب وعباب الدار ننظر جاي تبونا. وقف لها الموسيقى يا شباب تريح، مش طالب طلب صيد، تريح يا جماعة الخير، تريح ريح اقعدوا، انا بحبكم كلكم والله، عشان الف عليكم كلياتكم ونشوفكم، خليها بالمشاهده يا شباب، تريحوا اقعدوا في ناس يعني انطيناكم اللي بدكم اياه، والدحية والسحجة والنيرمية كلياتكم، اجى وقت شوي يسمعوا الاختيارية، خليها بالمشاهدة يشوفونا اللي قاعدين على الكراسي، احترامهم واجب. الله يحييك الله يسعدكم حبيبنا يا ابو امجد، الله يهدي بالكم، هذا واجب علينا دائما. ايوه شايف، والله بحبكم، والله بحبكم، بحب كل اهل بلادي. اسمع يا بتعيش في فلسطين يا ما بدك هالعيشه، ريحوا بس. كنا صغار يا ابو نضال نقعد وقت الغروب وعباب الدار ننطر جاي تبونا، يرجع مبتسم بس وجهه مدعوب، ومين يشوف اولاده ابو نضال يضحاج من عيونه، يرجع الابو يا حط، يرجع الابو محمل اشكال والوان، وتظل تلوم بيه الام الحنونه تقله هذا تعبك يا ابو نضال، والشباب يضيعونا. يرجع مبتسم بس وجهه مدعوب، ومين يشوفه يضحاج من عيون. ياما الابو بلبس ولاده حرير وهو محروم، وقميصه من التعب مقلوب لونه. ابجر ابجر لو مراد واخوته وهم صغار لعبوا، ام نضال تصيح ابوكم نايم اوعوا تفززونا. لكن مراد ونضال بعدهم لحد اليوم بنحالين بيقولوا بعدنا نحبك نريدك نصونك نجلك يا ابو نضال يا والدنا الحنونة. بدون الأبو كل العائلة تضيع، بدون الأبو يا ناس كل العائلة تضيع، ولا تصفى ولا يلبن شملها، هو البيت كله وشمعة الدار وضواها يا أبو العبد، أبو نضال هو كل أهلها. الله موصي بالأبو بأقدس كتاب، اسمع اسمع، الله موصي بالأبو بأقدس كتاب، وبالقرآن الأم اويا جعلها، يا رضا الله ورضا الوالدين، يا رضا الله ورضا الوالدين. الله يحماهم الله يحماهم، ان شاء الله يكبروا تطلع ايامهم احلى من ايامنا، وبلادنا محرره يا رب والله كريم. يا رضا الله ورضا الوالدين،
ميزات الأب والأم يا مراد عونا للوصل بدي تشعل العشرة لابوني ضال شموع مثل ما لجدك بزمان وشعل بدون الأب كل العائلة تضيع بدون الأب كل العائلة تضيع ولا تصفى ولا يلدم شملها هو البيت كله وكشفة الضوء وشمعش أو ضواه وكل هلها الله موصي بالأبو بأقدس كتاب بالقرآن الأم ويا جعلها بدنا تشعل يا مراد العشرة لا نضال شموع مثل ما لجدك بزمان وشعلها والأم الحنونة يا مراد واجب عليك بعيونك تراعيها وتدللها يا جماعة بدنا أبو نضاله أبو العبد حبيب الشعب أحلى دي جيري هلا بيك شكرا بيمشى لأني ضيفة لأني ضيفة لا بعلم مطرحة يسعدك تجيب حدك قد الحال عيش زمان سك الله يا ابو علي عزمان كانت عقد الحال عيشنا ومليانه من الخوخ سلتنا او خربوشنا ممسوط بالخلي ورداتنا قدام ساحتنا ولما يطل الضيف ابني وقف نحلي ونقول بنحالين ألف مرحب يا جماعتنا وابو نضال بشبابه كان علي يرغول من جلي وابو علي يقول نغمة زريفة طول نغمتنا بنصوم عالفطرة وبنصلي وبنعرف الكعبة باب قبلتنا وبنت اليمن اتفور عالدلي مسعد زمان وبنحالين يلي شرب قهوتنا ومهما طيور الجو تطير وتعلي بيصعب عليها الطول قامتنا هذا طبع ابن نحالين يلي اتعلموا من ختيار حارتنا يا ابو علي
صلي على النبي صلي وفرحتكم بعلي طرى معدود فرحتنا او يا ضيف البلد صلي على النبي صلي ونادي وين ابو نضال يلقي ع ساحتنا وانا لقطف من الورد سلي وحدي لدار ابو طير بام طوبى جماعتنا انا عن النسايب يا مراد عن النسايب مرة ما كنت متخلي الهي الهي يحمي القدس والاقصى يضل